السلام عليكم. زار والي ولاية بجاية في بحر الأسبوع الماضي مشروع تاع إنجاز المصنع اللي سحق الحبوب الزيتية. هذا المصنع اللي يعرف تقدم في الأشغال كبير، وكذلك فيه بعض المشاكل طرأت يعني في الآونة الأخيرة فيما يخص الشبكة نتاع الصرف للمصنع هذا، كذلك كل الامدادات تاع الطاقويه وكل ما يتعلق بالخارج المحيط الخارجي للمصنع. المهم انه المصنع هذا راه في تقدم الحوض وفيه اجال لتسليم المصنع هذا قبل نهايه السنه هذه تاع 2023، وللعلم فيه زوج مصانع اخرى، الواحد راه في منطقه بلاره بجيجل، والثالث في ولايه معسكر. اذن فيه ثلاث مصانع لانتاج الزيوت. تبقى القضيه تاع المصدر تاع النباتات اللي هي نبات الكرزه ونبات الدوار الشمس وكذلك نبات الصوجة، هذا ثلاث نباتات اللي تدخل في انتاج الزيوت لكي تصبح صناعه الزيت 100% جزائريه. تم الاتفاق مع وزاره الفلاحه على انطلاق زراعة هذه النباتات على مساحة 45,000 هكتار سوف تزرع هذه السنة. بدأت زراعة نتاعها هذه السنة لإنتاج هذه النباتات الثلاثة موزعة عبر بعض ولايات الوطن. إذن كل شيء راه مهيأ لكي تدخل الجزائر في صناعة الزيوت هذه بقوة، وإن شاء الله ننطلق إلى بعد ما الاكتفاء الذاتي سوف ننطلق نحو التصدير. أترككم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو، والسلام عليكم.